عام ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس وكل اموركم هنيه. مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد. قبل ما نبداو رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحه والهنا وربي يغفر ذنوبنا ويتقبل منا الصيام والقيام. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وبلا ما نطولوا نروحوا لفيديو تاعنا. هذا الموضوع خفيف ظريف ومختصر ومفيد لكامل الناس. اهم المهارات اللي اذا ركزتي عليها وطبقتيها بشكل يومي تختصر لك 6 دورات في مجال تطوير الذات وتوفر عليك الوقت والجهد والفلوس اللي تضيعيها في دورات بيع الغبار. ركزوا معايا وتاكدوا انه راح تستفادوا وحياتكم كامله راح تبدل للافضل. نقول لك 6 مهارات وفكري فيها وتامليها وحافظيها مليح ومارسيها بشكل يومي باش تلصق في عقلك وترجع مبدأ ونظام تمشي عليه ينظم لك المشاعر والوقت وحياتك كامل. المهارة الأولى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى على الرسول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مهارة ضبط اللسان، فكري 100,000 مرة في كل كلمة تقوليها في حياتك، فكري 100,000 مرة في كل تعليق تكتبيه في وسائل التواصل الاجتماعي، فكري 1,000,000 مرة في كل انتقاد يجي في بالك لأي واحد، فكري 1,000,000 مرة في كل رأي تفكري تعطيه لأي واحد. إذا كان خير قوليه، إذا كان جارح مزعج ما عنده حتى معنى وما فيهش فايدة وما عنده حتى قيمة، إذا اسكتي بكل بساطة، لأنه أطال الكلام عظيم وعميق فوق ما تتخيلي. ممكن تقولي كلمة بلا ما تفكري تدمر الشخص اللي قدامك أو تجرحه أو تقعد في نفسه وتسبب له شعور سلبي يقعد معه وقت طويل أو تكسر الثقة تاعه بنفسه أو تسبب له مشاكل. لازم يرجع عندك ميزان توزني به كلامك. والله أنك تسكتي أفضل وأرقى وأحسن من الكلام اللي يأذي وما فيهش خير. طبقي هذه المهارة ومارسيها كل يوم حتى مع نفسك ومع أقرب الناس ليك وشوفي حياتك كيفاش حتبدل للأفضل. المهارة الثانية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى على الرسول، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مهارة عدم التدخل في الآخرين، أي شيء ما يخصكش ما يخصكش، هذا مكان مكان ما دخلك في حياة الناس وأشكال الناس أجسام الناس وخصوصيات الناس. الفضول والتطفل والتدخل في الآخرين ينزل قيمتك ويقلل احترامك ويضيع هيبتك ويضيع قدرك. خليك راقية ومشغولة بنفسك وحياتك واهتماماتك ومركزة في الأهداف تاعك ومارسي هاد المهارة كل يوم وشوفي حياتك كيفاش راح ترجع ممتعة ومعمرة أشياء جميلة تخصك انت وفقط. صدقوني اللي يتدخل في الناس يرجع مشغول بلا شيء، حياته فارغة وتافهة وما عندها حتى قيمة ومخه مليان بأشياء ما عندها حتى معنى، وهذا أساس الفشل في حياة الناس بزاف. فقط إذا شغلتي نفسك راح تصلحيها وتطوريها، وهذا الشيء اللي ينفعك في الدنيا والآخرة. راجعي نفسك وشوفي إذا انت متلهية بحياة الناس ولا متلهية بحياتك. كيفاش تطوري هذه المهارة؟ حددي أهداف معينة ديريها كل يوم على جالك انت. اهتمي بالعادات تاعك، بصحتك، الرياضة تاعك، تطوير حياتك ومصادر الدخل، التعليم تاعك، دارك، وخلي الناس في حالهم بليز. المهارة رقم 3، جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني، قال لا تغضب، وعاودها عليه شحال من مرة، قال لا تغضب. مهارة ضبط النفس، الغضب والعصبية والصراخ وحالات التفلت اللي تجي لبعض الناس تبين انه ما عندهمش تحكم في النفس. ما كان حتى حاجة في الدنيا راح تبدل او تسقم اذا عصبتي. تعيطي لولادك مثلا هل راح يخافوا منك؟ ممكن يرجعوا يتجنبوك وغالبا راح يرجعوا كذابين باش ما تزعفيش منهم. تعصبي على الزوج تاعك راح يهرب منك وعمرك ما راح تدي واش حبه منه. حتى اذا طرتي في السماء تعصبي في الخدمة راح يرجعوا يكرهوك وما عندكش حضور وكامل راح يتجنبوا الكلام معك. العصبية والصراخ والغضب ضعف، ديما اللي يعصب ويعيط ولا واحد يحترمه ممكن الناس تخاف منه، بصح تأكدي انهم ما يحترموش. لذلك قول في نفسك انك تحكمي في روحك ديما وما تكبريش الامور التافهة وما تعطيش اي موضوع اكبر من حجمه. اذا تعرفوا العصبية عندها علاقة مباشرة بالامراض كما امراض القلب، السكر، الجلطات، ديري بالك على روحك. كل مرة تعصبي رجعي راسك اللور وشوفي شوفي الفوق كيشغل تشوفي للسما، وخدي نفس عميق من خشمك وخرجيه من فمك بشوية وانت تحسبي العشرة. عاودي هاد التمرين 5 حتى 10 مرات حتى اعصابك تهدى، جربيه وشوفي.
المهارة رقم 4 قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. المرأة يعني الجدال، ترك الجدال العقيم. مش لازم أنت اللي ديما صحيحة، ومش لازم الكل يقتنع برأيك، ومش لازم الناس تفكر كيفك ولا تمشي على كيفك، مش لازم أبدا. كيما أنت عندك رأي وقناعات وأفكار في راسك، الناس تاني عندهم آراء وقناعات. مش لازم تجادلي الناس وتقلي منهم وتخرجيهم هما الغلطين باش تثبتي زعما أنك أنت صحيحة. لازم تقتنعي انه ما كاينش حاجه في الحياه كامل الناس تفهموا عليها ولا شيء. والله خديها من عندي، ما كاينش. اذا هضرتي في موضوع ولاحظتي انه الشخص اللي قدامك شاد في رايه، من الله بقى انك ما تزيديش فيها وترفعي صوتك وتغلطي وترجعيه ما يفهمش وانتي الفاهمه. هذه اكبر غلطه ديريها حتى مع اقرب الناس ليك، حتى مع الزوج تاعك وولادك، لانهم راح يتجنبوا الكلام معك ويرجعوا ما يفتحوش قلوبهم ليك. صفة فرض الرأي، تقلق، خليك ذكية في نقاشاتك وعرفي وقتاش تخرجي من النقاش بكل سلاسة بلا ما تحسسي أي واحد أنه جاهل ولا غبي أو ما يفهمش، لأنه هاد الشي راح يخليك تخسري ناس بزاف. المهارة رقم 5، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تدابروا. مهارة عدم مراقبة حياة الناس، انتوما فقط تركزوا في التسلسل، وحدو إعجاز. ابدا المشكل بالتحسس وتتبع الأخبار، ومن بعد رجع تجسس وبحث على أسرار الناس، ومن بعد دخل الحسد والغيرة وأمراض القلب، ومن بعد جيك القطيعة تحت شعار وعلاه ما قلتوناش أنه درتو، وعلاه ما قلتوناش باللي بدأت تخدم وتخطبت وراح يتزوج إلى آخره. وأخيرا يبدأ البغض والكره والعذاوة والحرب الباردة. ممكن تفهموني وين الراحة في الموضوع؟ الجواب ما كانش. اذا حبسي متعسي الناس. المهارة رقم 6، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مهارة سلامة القلب، اي حاجة ما تحبيهاش لنفسك ما ديريهاش للناس، اي حاجة ما ترضيهاش لنفسك ما ترضيهاش للناس. هذا هو الميزان اللي توزني فيه تصرفاتك وكلامك وحتى المشاعر تاعك. ما تحبي حتى واحد يغلط فيك، ما تغلطي حتى في واحد. ما تحبي حتى واحد يذكرك بالشر، اذا ما تهضري في حتى واحد مور ظهره. ما تحبي حتى واحد يفضحك، ما تفضحي حتى واحد. وهكذا مهارة سلامة القلب مهمة بزاف، تعطيك طهارة ونقاء وصفاء وسلام داخلي، هكا احساس من الداخل حاجة ما تقدريش توصفيها. ربي يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قلبك السليم هو اللي راح يدخلك الجنة باذن الله. لذلك أحرصي أشد الحرص أنك تطوري هذه المهارة وتمارسيها كل يوم في كل شيء ديريه في حياتك، وفي كل كلمة تقوليها، وفي كل شعور تحسيه تجاه الناس، وشوفي حياتك كيفاش تولي. وهذا ما كان، هذه كانت 6 أحاديث و6 مهارات أساسية في الحياة. إذا طبقتيها ومارسيها راح تغنيك عن حضور 6 دورات تدريبية، لأنه تجمع أهم جوانب الشخصية الناجحة وتطوير الذات وبناء ثقة بالنفس وفن الإتيكيت والتعامل مع الناس، وفي نفس الوقت تحميك من مشاكل نفسية وصحية أنت في غنى عنها. أصلا تجمع أصول الأخلاق والأدب، وهي ميثاق لازم كل إنسان مسلم يلتزم بها. نتمنى أنه استفدتم الموضوع، ونتمنى لكم السعادة الدائمة. ما تنسوش تخلوا لي رأيكم في التعليقات، ونتلقوا في فيديو جديد وموضوع جديد. إلى اللقاء.